مش هذا هو مشكل الإنسانية في كل عصر، حتى في عصرنا هذا مشكل الإنسانية له المصالح الاقتصادية. احنا قاعدين نشوف الآن دول قوية قوى عالمية مهيمنة على العالم مستعدة أن تفني شعوبا بكاملها من أجل مصالحها الاقتصادية، والحروب القائمة الآن والصراعات والضغوطات على الدول كلها قائمة على حماية المصالح الاقتصادية لبلد ما أو لمجموعة من البلدان المتحالفة. هذا الفكر الإنساني كان موجود منذ التاريخ القديم، وهذه الغرائز ضاغطة على الإنسان موجودة فينا، حب المال، حب التجارة، حب الثروات، وأساس الصراع في العالم قائم على أساس حماية المصالح، وقائم على أساس المنافسات بين المصالح الاقتصادية الكبرى. هذا ما رأيناه في مكة، هذه حقيقة إنسانية اختلطت، أحيانا تختلط بالدين إيديولوجيا، أحيانا ترتبط بأنظمة معينة، أفكار معينة. في التاريخ القديم جميع المصالح الاقتصادية كانت مرتبطة بالأديان، في مكة التجارة مرتبطة بالأصنام، زوال الأصنام معناها زوال التجارة. هذا الكلام مش هنا، القرآن نفسه فسر هذا التفسير. شوفوا معي قول الله عز وجل، أهل مكة وهم